في الفيديو ده هيبقى زي ورشة عمل كده، هنرسم مع بعض. عارف انت الفيديوهات بتاعت ذاكر معي ستادي ويز مي، حد بيقعد يذاكر وفتح الكاميرا كده وانت تقعد تذاكر معاه، معرفش ايه قصتها دي زيها يعني. ارسم معايا يعني، هات بس ورقة وقلم كده، اي ورقة واي قلم، وبالخطوط اللي احنا هنعملها دي شوف نفسك. تعالى دلوقتي نبدأ نشتغل مع بعض رسم سكتشات على رسم الشخصيات. يعني دايما احنا بنركز على رسم الشخصيات علشان هي من اهم العناصر اللي بتظهر فكرتك، فدايما بنأكد دايما على رسم الشخصيات من تعبيرات الوش وحركات الجسم علشان توصل الفكرة بشكل مظبوط. احنا نشتغل عادي بشكل اشكال هندسية عادية خالص زي ما احنا متعودين ان احنا نشتغل. ده شكل هندسي مثلا دائري، وده خلينا اول واحدة واحدة. الشكل ده انا تخيلت ان هو شكل دايرة، وبعمل علامة الزائد في النص كده علشان ابدأ ان انا اقسم الملامح بتاعتي. الخط اللي بالعرض ده برسم عليه العينين جنب بعض هنا، والودان بتبقى في نفس محاذاة العين في نفس الخط اللي بالعرض ده، بيبقى اخره هنا ودن واخر ده هنا ودن، وبرسم هنا العين بس برسمها نقطة او حاجة مفيش مشكلة، وادي الحواجب والمناخير في النص بالظبط، وادي البق. دي اهم العناصر المكونة للوش. في طبعا عندنا الشعر، باخد مثلا ايه زي قوس كده وقوس كده، ده بحدد عليه المكان اللي انا هلونه او اللي انا هخليه مكان الشعر. دي كده بمنتهى البساطة. تعالى مثلا ايه، انا عايز ارسم بشكل مربع. ممكن بقى ما تعملش مربع بالظبط، ممكن بقى مثلا تعمل الضلع كده ايه يعني مقوس كده شوية، ممكن مقوس في نفس الاتجاه او مقوس في اتجاه معاكس، بحيث ان يديلي في الاخر الشكل ده. تمام، علامة الزائد اللي هي في النص خلاص بقت هي علامة وهمية على فكرة، مش لازم ترسمها مظبوطة يعني. تمام، يعني علامة وهمية بس كده ان انا بعرف هرسم الملامح بتاعتي فين، ومع التعود هتلاقي نفسك بترسم بقى العينين والملامح والحاجات دي من غير ما تعمل علامة الزائد والحاجات دي، علشان هو بيبقى في الاول بس الموضوع بيبقى ايه يعني مجهد شوية في انك بتفكر فيه، لان يعني انت لسه ما تعودتش. وبعد كده برسم العينين والبق والمناخير والحاجات دي. خلينا بقى ايه نطلع هنا نرسم المكونات الوش بره الوش نفسه، يعني كل الملامح هنرسمها. انا هبدأ مثلا بالعينين. العينين زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا ان هي عبارة عن كورة، هي عبارة عن كورة، البياض بتاع العين ده عبارة عن كورة، وفي النص في نين العين او البؤبؤ الاسود ده، معرفش بقى بيسموه ايه بس هو احنا اللي هو نين العين الاسود، فاهم؟ وفي جفن قوس فوق وفي قوس تحت. يبقى انا هنا عندي العين كورة، واللي اداني شكل رسمة العين هو الجفن، الخط اللي انا بعمله ده الجفن. تمام، تعالى كده اما نعمل عين تاني، كورة اهي وفي النص نين العين الاسود، فانا مش هعمل بقى قوس كده عادي زي ما انا عملت في دي، لا انا هخليه ايه قوس مايل شوية كده، وقوس من تحت برضو مايل لفوق. تمام، اداني رسمة عين فيها ايه سحبة كده. طبعا العين التانية بتبقى عكس العين دي، يعني لو العين دي مسحوبة لفوق كده هعمل بقى العين دي مسحوبة للناحية التانية، يعني دي مسحوبة لناحية اليمين يبقى دي ناحية الشمال، متعملش الاتنين في نفس الاتجاه مثلا. واعمل بقى العين اللي انت عاوزها، اي دايرة اي شكل للعين، مربع وفي النص النني، المهم اللي انت عاوزه يعني. بس الفكرة ان العين عبارة عن كورة. طب ممكن اظللها كده عشان ابين ايه تكويرة العين. الجفن بظلله بقوة شوية عن البياض بتاع العين، بديله بس ايه خط خفيف كده يعني، بخف في ايدي وانا برسم الظل علشان برضه هو بياض يعني، فالاجزاء المظللة في بياض العين هو ابيض عليه ظل مش اسود يعني، لونه ما تغيرش، لكن ده مثلا لون البشرة فبيبقى اغمق شوية كده يعني. طيب انا هرسم بقى هنا مثلا ايه ادي دايرة اللي هي العين والعين الناحية التانية، بعمل شكل الجفن هنا وشكل الجفن هنا،
وادي نين العين مثلا، ايه غطسان كده في الجفن اللي هو انا عملته من فوق، ممكن تحت ما تعملش جفن او تديله بس خط بسيط كده بحيث ان في جفن تحت وخلاص. تمام. الحواجب طبعا فوق العين بالظبط، وفكرة الحواجب زي ما اتكلمنا قبل كده برضو ان هي عبارة عن شعر جنب بعضه، شعر 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 شعر، ورايح ايه من طويل لقصير، والناحية التانية برضو ايه العكس. تمام. ليه بقول لك الفكرة دي؟ علشان بتفرق وانت بترسم اشكال مختلفة للحواجب. ادي الحاجب اللي هنا وادي حاجب هنا. تمام. عكسه برضه. تمام. اللي انت بترسمه هنا بتعمل عكسه الناحية التانية. طيب انا باجي بقى للمناخير. خلي بالك في اشكال كتير جدا للعينين، وفي اشكال كتير جدا للحواجب. ممكن تعمل حواجب مثلا لازقة في بعضها برضه مفيش مشكلة، ممكن تعمل حواجب خفيفة يبقى خط كده بسيط خالص. في الكاريكاتير عندنا الحمد لله يعني الدنيا كلها مسموح بيها. يعني عندك المناخير لو انت بصيت ما بين العينين بيبقى في عظمة في النص، العظمة دي هي عظمة المناخير. حتى يعني حط ايدك كده على وشك ما بين العينين هتلاقي في عظمة بارزة هي عظمة المناخير، وفي النص في مقدمة المناخير كده في زي دايرة، وفي الجنب باخد قوس وفي الجنب التاني باخد قوس تاني، في الاخر تديني ايه يعني زي العظمة اللي في النص كده، وادي الدايرة وادي فتحة المناخير اللي في الجنب او يعني بقية المناخير والفتح طبعا تحت، وادي قوس تاني وبظل كده من تحت بديله ايه رسم بس ايه غمقان كده يديني احساس ان في هنا فتحتين مناخير. حلو كده. بعد كده برسم هنا البق طبعا زي ما احنا مقسمين هنا برسم هنا. تعالى بقى برضو نطلع بره علشان ايه، البق عبارة عن شفة فوق وشفة تحت وفي بينهم الاسنان، طبعا لما الشفتين بيتقفلوا على بعض الاسنان ما بنشوفهاش، فبيبقى هو عبارة عن خط مستقيم. والبق بعمل ممكن ايه زي مثلث كده، وباجي على مثلث تاني الناحية التانية كده رايح على الناحية التانية، ومن تحت ممكن اعمل خط بحيث ان دي بقى الشفة اللي فوق دي الشفة اللي تحت. مش لازم تعمل رسمة الشفة بالظبط، لا انت ممكن تعمل مثلا ايه يعني زي عارف انت لما ترسم طير طاير كده بيبقى مثلا الشفة اللي فوق وادي الشفة اللي تحت، ممكن تعمل خط بس كده. تمام. في الكاريكاتير كل ده مقبول، لكن احنا بنعرف تعالى كده منظري للشفة اللي فوق والشفة اللي تحت بيبقى تظليلها اخف شوية. ليه؟ لان الشفة اللي فوق بتبقى ابعد ما يكون عن الاضاءة بعيدة جدا، لكن الشفة اللي تحت عشان هي مايلة في اتجاه الاضاءة فالاضاءة ايه بتبقى ضاربة فيها يعني. ومثلا ايه بغمق كده الجزئين اللي في الجنب بحيث يديني ايه اللي هو ايه المكان اللي بيتفتح منه البق. طب ايه رايك ان انا هعمل ده خط بس كده مش اكتر؟ واقول لك على حاجه، لو انت عملت خط بس صغير كمان تحتها بيبقى ده تانية الشفه اللي تحت، وتحدد بقى قوس هنا وقوس هنا. في عندي في نفس محاذاه العينين برسم الودان. الودان بقى ممكن نعملها بشكل ايه يعني زي نص دايره كده او حرف سي، وبدخل جواه برضو بحرف سي كده وفي حرف سي صغير بحيث ان هو دي الحته اللي هي الايه القرقوشه دي ولا مش عارف بيسموها ايه في الودان. وما بترسمش بقى التفاصيل بتاعت الودان من جوه، ما فيش مشكله يعني علشان هي فيها تفاصيل كتير، ده الودان الحقيقيه. لكن احنا طبعا في الودان اللي احنا بنرسمها هنا بنرسمها باي كيفيه انت عاوزها، او بتعمل زي علامه استفهام وبتاخد ايه من تحت بتطلع كده الجزء اللي هو ايه الودان من تحت، وبتاخد نفس الرسمة تاني والقرقوشة اللي تحت تاني، ممكن بقى خطين كده مثلا يدوني احساس التجاعيد اللي جوه الودان. انا هاجي هنا مثلا وديها زي حرف سي كده، حرف سي كده طبعا عكس بعض، وخط من جوه خط من جوه وخط صغير جدا بحيث ان ايه ممكن اظل لها كده بحيث انها تديني تجويفه كده للودان او تديني عمق شويه للودان. وادي كده انا كده كونت الوش اللي انا عاوز ارسمه. تعالى بقى نيجي للشعر. الشعر زي ما قلنا فيه ايه بيبقى في مناطق منبت الشعر من فوق وفي من الاجناب، من فوق ومن الاجناب. يعني لو واحد اصلع خالص ما بتعملوش من فوق، بتعمله من الاجناب بس شويه شعر كده اللي هو ايه يعني شعره من الاجناب بس، او شعريتين من فوق، او زي ما انت عاوز. بس انا بتكلم في حتة ان انت لو هترسم شعر كثيف
حدد المنبت بتاعه بحيث ان في ناس كتير بترسم ادي الوش وادي العينين والودان والكلام ده كله ماشي، ويروح راسم الشعر عامله كده، يروح عامل كده اي شخبطه فوق الراس، فهو كده ده مش صح. انت لازم تحدد منبت الشعر طالع منين ورايح فين. الشعرايه بتبقى عباره عن زي شخبطه كده، يعني زي ايه، بتاخد خط له بدايه بس ملوش نهايه، له بدايه وملوش نهايه. البدايه دي اللي هي المنبت، اللي الشعرايه بقى بتبقى رايحه على ما فيش كده، تمام. طيب انا في كتله الشعر كلها، يعني كتله الشعر وانا هحددها كلها، هخليها مثلا هحدد رسمه الشعر بتاع الراجل ده، هعمله شعره كثيف، تمام، ومثلا نازل من على الزاويه دي، فهدي له زاويه، وبعدين ايه، هكثف من الاجناب، تمام. ممكن اعمل نفس الحركه تاني او اخليه كله نازل على الاجناب. فانا كده ايه، حددت الكتله اللي من بره، شكل الشعر من بره. طيب المنبت ده بتاع الشعر قلنا من فوق زي ايه، قوس كده، يبقى انا ما اتعداش الحته دي وما لونش كده، ما اقعدش ادهن بقى، ادهن خطوط، لا، اديله احساس الشعر. الشعر يعني الشعر اللي انا رسمته هنا ده طلع مجعد، تمام. انا مش محدد والله، بس هو طلع كده. بس هو في 3 انواع للشعر اللي انا اعرفهم، يعني في المجعد اللي هو المجعد او اللي احنا بنقول عليه اقرط، او شعر نص ناعم اللي هو بيبقى يسموه ايه، عارف انت، ويف كده عامل زي التموجات، وفي بقى الناعم خالص. فعلشان انا ادي احساس الشعر المجعد للشخصيه اللي انا برسمها دي، محتاج ان انا اعمل دوائر صغيره 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 صغيره، وما تزهقش تروح اعمل دوائر كبيره، لان هو مش لافف شعره كبير، لا، هو داير الشعر المجعد بيبقى دوائر صغيره صغيره صغيره، تمام. انا بفضل ماشي بنفس الرسمه بتاعت الشعر المجعد علشان ما لخبطش الدنيا، وما بتدخلش برضو على الوش. خلي بالك، اجناب الشعر ما بتدخلش على الوش، يعني ما تجيبهاش مثلا ايه لازقه في الحواجب، لا، اديها مساحتها شويه. ممكن باجي في النص كده، يعني بنزل له كده شعرايتين طالعين ايه، يعني في النص كده، عارف، مش مظبوطين، يعني من فوق مثلا بطلع له كده شعرايتين، بخليه هايش 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 شويه كده، تمام، بحيث ان ما يبقاش ايه، يعني في التحديده اللي انا عملتها في الاول دي محسساني ان هو في كتله اسمنت فوق دماغ الراجل ده. فانا بقى ايه، اديله بس شويه شعر كده، اخف في ايدي خالص، تمام. انا والله بص، انا بسجل وانا مش عارف اللي انا برسمه ده طلع مظبوط ولا لا، بس يعني يا رب يكون طلع مظبوط، لان انا لا راجعت الاضاءه ولا راجعت ما راجعتش حاجه. يعني انت عارف، انا اصلا يعني لما بتبدا كده بتاخد وقت علشان تقول بس انا هبدا، فنتوكل على الله ان شاء الله تطلع كل حاجه مظبوطه باذن الله، تمام. وممكن نديله مثلا ايه، يعني تغميقه كده للسوالف كده مثلا. طيب في حاجه برضه عاوزين نزودها، وهي حته الايه، الشنب والدقن. خلي بالك، الشنب بيبقى فوق البق، والدقن بيبقى برضه له رسمه زي الـ الشعر من فوق، فبس بيبقى له برضه رسمه، علشان برضه ايه، ما تقعدش ايه تشخبط اي حاجه كده وتقول لي دي دقن، لا، امشي كده مع الخد الحته دي كده، امشي الحته دي من اول السوالف لحد ماشي من تحت المناخير وطالع ناحيه الودان الناحيه التانيه، وابتدي ان انت غمق، يبقى انت عندك دي منطقه الشنب والدقن. انا بغمق كده فبيديني احساس بس اللي هو ايه، يعني شعره شعر دقنه مش تقيل، وممكن بقى ايه، ما جاش برضو علشان بس ما بقاش متحدد قوي، لا، ممكن ايه اديله بقى شويه شعر في الاجناب كده، والشنب مثلا اتقله من الناحيه دي. طبعا مش لازم يبقى قوس بالظبط، لا، انت ايه، ممكن تحدد مثلا قوس نازل لتحت كده وقوس نازل لتحت، بحيث ان انت ما يبقاش ماشي يعني ايه مسطره، بس انا بوريك بس المنطقه اللي هي بتعمل فيها الشنب والدقن، وطبعا حسب برضو الرسمه اللي انت بترسمها. اتقل بقى شويه واجي من عند الشفايف بسيبها، خلي بالك برضو ايه، ما تلونش عليها، سيبها علشان يبان الشفايف منفصله عن الشنب والدقن. بغمق تمام، ونقطة الاتصال ما بين الشنب والدقن دي برضو بتبقى ايه، مهمة لو انت عاوز ترسمها يعني، بس عاوز ما تعملهاش خالص مفيش مشكلة خالص، حسب برضو قصة الراجل اللي انت بترسمه وحسب اللي انت بتعمله. اخرج بقى بره الوش علشان تبقى الدقن اكتر شوية، يعني هي دلوقتي الدقن طويلة لكن داخل حدود الوش، لا، انا ممكن اخرج بره بحيث ان يديني احساس الدقن الطويلة. ممكن نعملها ويف شوية كده، او اللي هي دوائر، ما نعملهاش خطوط مستقيمه، وابتدي بقى ايه، اطلع بره حدود الوش واحده واحده، بحيث ان يديني ايه
احساس الشعر وهو طالع بره، ما بتبقاش كتل. حلو كده. طب ما تيجي بقى الراجل ده نلبسه كده اكسسوارية حلوة كده، يعني مثلا نظارة مثلا او حاجة، هنلبسه نظارة وبعد كده نخليها نظارة شمس، ايه رأيك؟ النظارة بتبقى عبارة عن عدسة وعدسة علشان يبقوا قدام العينين، يعني بشكل طبيعي جدا. يعني انا عاوزك وانت بادئ تتعلم، مهم قوي ان انت تبدأ تكلم نفسك بالبلدي كده وبالعادي، اللي هو ايه، النظارة عبارة عن دايرتين، ايه ده ما احنا عارفين. انت عارف قولها برضه، علشان وانت بتقولها ده هيساعدك ان انت تتخيل وهيساعدك ان انت تنفذ بايدك احسن. طيب دي عدسة يمين وعدسة شمال، هنحطها ازاي قدام العين؟ ضروري يبقى فيه زي مخدة كده، اللي هي الحتة اللي بتبقى على عظمة المناخير في النص علشان تثبت النظارة، يعني مش محتاجة، فاهم؟ وفي خط اللي هو الدراع بتاع النظارة جاي بقوس كده علشان ايه، يثبت على الودان، طالع من الجنب ده وطالع من الجنب ده ورايح كده. يبقى النظارة دي بتتلبس ازاي؟ عندنا هنا عدسة وهنا عدسة، وفي النص زي المخدة كده اللي هي بتنزل تثبت على المناخير، وفي دراع رايح ناحية الودن دي ودراع رايح ناحية الودن دي. لو انت بتلبس نظارة او شفت حد لابس نظارة، هتلاقي الدراع بتاع النظارة اللي بالجنب ده طالع من العين للودان في خط مستقيم. اذا ده دليل على صحة اللي احنا بنرسمه، ان العين بتبقى في نفس الخط المستقيم بتاع مين؟ بتاع الودان. طيب يلا بقى نرسم. احنا بنتكلم كتير علشان نبقى متخيلين، يعني الكلام ده معروف، ادي المخدة اللي في النص وادي العدسة التانية، طبعا حسب برضو ايه رسمة النظارة اللي انت بترسمها، وادي دراع وادي دراع رايح لهناك، هو رايح لهناك، فانت بتعمل بس خط ايه بسيط كده، تمام. فانت في ناس كتير بترسم يعني موضوع الودان مبقاش مظبوط، فبعد ما يلبس النظارة تلاقي ودان طالع فوق والخط ده طالع فوق وده الخط ده طالع تحت. طب لا، هو الاتنين لازم يكونوا في خطين مستقيمين، يعني واضحة جدا بشكل واضح يعني. طيب انا ممكن بقى يعني النظارة دي خلاص تمام، انا ممكن بقى اديها شوية تظليل كده من فوق، بحيث ان يعني ايه تديني يعني شكل النظارة، ما يبقاش يعني احس كده ان في حاجة على العين، ما تبقاش كأنها شنبر فاضي كده يعني، تمام. وادي الرقبة مثلا من تحت، وادي لابس ايه، قميص مثلا، اي حاجة يعني، وادي الاكتاف، اغمق بقى الرقبة. احنا ممكن نشتغل اشكال هندسية، مش بس شكل هندسي واحد، ولكن ممكن شكلين هندسيين داخلين في بعض. يعني مثلا ممكن اعمل دايرة ومن تحت مثلا مثلث، يبقى انا كده كل الشكل اللي معايا ده هرسمه وش. طيب انا المثلث عندي انا بحب دايما ايه، ما يعني ما يبقاش فيه البوز المدبب ده، فهخليه دقن كده، يعني ايه، مش هخليه زاوية حادة قوي او مش هخليه بوز كده، ماشي؟ انت بس كده ايه يعني، وانت بتشتغل الحاجات دي كلها هي مجرد افكار اساسية، انت ممكن يعني تخرج براها خالص. طيب خلينا بس نتكلم في ده وما نقعدش نتشتت في مواضيع تانية. خلاص انا عندي الشكل ده كله على بعضه، باخد برضو علامة الزائد، بقى عندي هنا العينين، برسم بقى العينين بقى زي ما انا عاوز بالحواجب، مثلا نني العين بقى بحركه، مثلا بخليه باصص ناحية يمين او شمال زي ما انا عاوز. المناخير زي ما قلنا ايه، في النص بيبقى زي عظمة كده، وهنا دايرة وهنا دايرتين، بحيث ان ايه يعني يديني شكل المناخير من بره، ولكن انا ممكن اعمل شكل زي مثلث كده بس مش كامل، واعمل له فتحتين المناخير من تحت، بس طبعا مهم يديني احساس ان هو متوصل بفوق عند الحواجب، دي متصلة بالحاجب ده، ده متصل بالحاجب ده، تمام. ودي البق، ممكن اعمل ايه زي طائر كده، طاير اللي هو رسمة الطائر دي، وخط من تحت اللي هو التظليلة بتاعت الشفة من تحت زي ما احنا اتكلمنا. وبعمل بقى الودن مثلا، ممكن اعملها بالشكل ده كده، بس المهم انها تبقى في نفس محاذاة العين. تعالى نعمل له بقى شوية شعر، ايه بلاش بقى ايه اقرط زي ده او اللي هو المجعد، نخليه ناعم. الشعر الناعم ده الشعر اللي هو المجعد، ده الشعر الناعم. فالشعر الناعم بيبقى ايه، طالع من المنبت فوق، احدد بس ادي قوس وادي قوس في الجنب وادي قوس في الجنب، والشعر الناعم بيبقى طالع ورايح على مفيش، فبيبقى ايه سايح.
ممكن يا اما احدد الكتله من بره زي ما انا حددت في الرسمه دي، يا اما برسم على طول شعرات جنب بعضها. بس انا بحب دايما ان انا ايه احدد كتله الشعر اللي انا عملته، ايه فرق شعره كده. ممكن بقى نطلعه فوق، ايه فوق الخط بتاع الراس، لان الشعر بيبقى ايه كثيف شويه، فبيبقى مش ماشي بالظبط على حدود الراس. احنا دخلنا على الراجل اللي فوق بس مش مشكله. وابتدي بقى ان انا اشتغل الشعر بقى الناعم، بديله بقى احساس النعومه، ان هو يبقى خطوط كده. بس ايه، بيبقى انا محدد المنبت ورايح على فين. تمام، دي شوية حاجات يعني حاجات كده تساعدك وانت بتشتغل. ممكن بقى ايه برضو اخرج بره الرسمة الحادة بتاعت الكتلة اللي بره، وبعملها شوية شعرات كده طالعين لبره. تمام، نغمق بقى في الجناب، وهنا بقى ايه السوالف اللي بتبقى جنب الودان، غمق شويه الودان. طيب تعالى نظلل مثلا الراجل ده، لو انا عاوز اظلله وبتخيل مثلا ان الاضاءه جايه من هنا، جايه من هنا، يعني الاضاءه ضربه من الناحيه دي، فالناحيه التانيه بتبقى مظلله. يعني انا لو برسم الكوره دي وفي اضاءه جايه عليها من هنا، فالجانب ده اللي بيبقى مظلم. كل ما اكون ابعد من مصدر الضوء كل ما يكون مظلل اكتر. يعني ده كده مثلا، دي بعيده جدا الكيرف او الجزء ده من الكوره، ده اغمق حاجه لانه ابعد ما يكون عن الاضاءه او مصدر الاضاءه. لما بقرب شويه بخف في ايدي شويه، وبعدين اخفها اكتر لحد ما تلاقيني ايه قدام مصدر الضوء، الضوء ضارب فيها جدا. تمام، انا بس عاوزك ايه تبقى متخيل الشكل ده، علشان واحنا بنشتغل التظليل يبقى تبقى متخيل المكان اللي بعيد عن مصدر الضوء بيبقى مظلل ازاي. اول حاجه انا بعملها مثلا بقسم الوش ده، هنا مصدر الضوء جاي من هنا، فكل حاجه عاليه رامية ظل على الحاجه اللي اوطى منها. يعني مثلا عندك المناخير بتبقى بارزه عن باقي الوش، فالمناخير طبيعي انها تبقى رامية ظل على الخد ده او الجزء ده من الوش. تمام، لان الاضاءة جاية كده. الجنب ده من الوش بيبقى ابعد ما يكون عن المصدر الاضاءة، فبيكون مظلل جامد. الجفون او المنطقة اللي هي اللي تحت العظمة بتاعت الحواجب بتبقى في تجويفة، التجويفة لجوه كده اللي هي طالع من عندها الحواجب الجفون، فبتبقى غامقة. تمام، وكذلك اول ما بتنزل العظمة بتاعت المناخير، شايف القورة دي، القورة دي بتبقى نازلة، ففي نازلة في حفرة كده. يعني انت لو مشيت ايدك على القورة من تحت من فوق ونازل لتحت، هتلاقي ايدك قامت داخله في تجويفه كده وقامت طالعه بره للمناخير. فالحته اللي هي غطسانه لتحت دي زي حفره كده صغيره بظللها برضو، وكذلك التجويفه بتاعت العين من فوق وحوالين العين، ممكن لان العين بتبقى عباره عن تجويفه او مكان مجوف في الجمجمه، فالعين اللي هي الكوره بتاعت العين مغروزه فيه. تمام، احنا بنتكلم بالبلدي بنحاول نبسط لنفسنا، ما بنتكلمش كلام علمي ولا اكاديمي دلوقتي خالص. ماشي، عندك هنا مثلا فوق الشفه في زي حته كده غطسانه كده اللي هي الحته دي، فبنرمي عليها ظل لان الحته دي عاليه فرمي عليها ظل. كذلك الجزء ده، البق هنا انا بتخيله زي دايره، هو بيبقى كوره كده برضو البق، فممكن مثلا اخليه ايه عامل ظل، اخليه يعني كانه هو كوره ولها ظل. وكذلك الدقن، دي حاجه بمنتهى البساطه يعني. وفي خطين مثلا ممكن انزلهم كده، زي مثلا لما انت بترسم بقى تجاعيد بقى للوش او كده، في خطين بيبقى نازلين من طرفين المناخير نازلين جنب البق كده، ممكن برضو ايه يبقوا راميين ظل كده لانهم بيبقوا بعيد عن الضوء شويه، والودان دي طبعا بعيده خالص عن الضوء، ف بتبقى بالشكل اللي انت شايفه ده. وطبعا الوش ده كله رامي ظل على الرقبة،
فبيبقى المكان ده بعيد خالص عن الإضاءة، الإضاءة بس ضربة هنا في جنب الرقبة من الجنب، لأن الإضاءة جاية من الجنب. ماشي. طيب بالقلم اللي معاك بقى هتعمل ايه؟ هتعمل زي شكل، احنا قلنا شكل هندسي وازاي بنوزع الملامح فيه وبنرسم الملامح ازاي، احنا بقى مش هنعمل شكل هندسي، احنا هنعمل شكل عشوائي ولكن ما يبقاش يعني فج قوي، فاهم؟ لان احنا برضه هنعمل الشخص باصص هنا، فمهم جدا يبقى اليمين يبقى زي الشمال، الجانب اليمين يبقى زي الشمال، زي ما بيبقى في الاشكال الهندسية. يعني مثلا ممكن نخليه عامل زي شكل بيضاوي كده معوج، بس مبقاش معوج قوي، تمام. وهنعمل برضو اللي هو باصص لنا في النص، بحيث ان احنا بقى هنوزع الملامح بالشكل اللي انت شايفه ده، الشكل اللي هو المايل ده. ادي الحواجب، خلاص احنا عرفنا بنحط الملامح دي كلها فين، تمام. علامة الزائد والكلام ده، خلي بالك احنا بعد كده واحنا بنشتغل دلوقتي ما احناش هنعمل علامة الزائد دي. وممكن نعمل زي ما احنا قلنا ان الجفن هو اللي بيحدد شكل العين، فانا ممكن اعمل ادي كرة العين وادي الكرة بتاعت العين، ولكن هعمل هنا جفن نازل وهنا جفن طالع، تمام. ولكن مكان نن العين واحد هنا زي هنا، بس دي جاي عليها الجفن نازل، فمديها ايه، مبين النص بس كده، يعني هنا نفس المكان نن العين ولكن دي مفتوحة اكتر لأي سبب بقى، ان هو مثلا ايه عينه دي مغمضة شوية، او ان هو بيغمز، او اي حاجة. الحاجات دي كلها هنبقى نتكلم فيها بعدين بالتفصيل. ودي التجويفة اللي احنا قلنا عليها للمناخير، اللي هي ما بين القورة والمناخير في تجويفة كده، ممكن احددها بخط واقوم عامل المناخير بالشكل ده كده، وفتحتين المناخير. والبق بقى هعمله ازاي؟ مش هعمله بقى تحت هنا مظبوط، لا هعمله ماشي معايا بنفس الميلان بتاع الشكل اللي انا عامله كده اهو، واقوم جاي على البق عامله بالشكل ده كده. وادي الودان، ممكن بقى نعمل للراجل ده شعريتين بس كده في الجنب، بس يعني لأي سبب بقى. يعني طبعا الكلام ده كله اللي بيحددوا انت بترسم الكلام ده ليه، او ايه اللي انت عاوز تقوله بالفكره بتاعتك اللي انت بترسمها. هل الراجل ده مثلا مايل كده ان هو مثلا بيسمع لحد هنا بيكلمه فبيرمي له ودنه وبيبص الناحيه التانيه، يعني حاجات كتير قوي ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين، واحنا كان طبعا اتكلمنا في الكلام ده كله قبل كده يعني. طيب خلينا بقى نشتغل على واحد مثلا ايه، خلينا الوش اللي هو في الجنب. انا هاخد الشكل الهندسي اللي انا برسمه بتاعي اللي انا متعود عليه ده، وعلامه الزائد اللي في النص دي، بس مش هتبقى علامه زائد بقى، لا الخط اللي واقف ده هخليه، هجيبه بقى للناحيه اللي هو عاوز يبص عليها. يعني انا عندي هنا الخط ده في النص اهو، تمام. يعني الشخص ده لو بص ناحيه اليمين شويه، فالخط اللي في النص ده هيتحرك معايا، فبالتالي الملامح كلها تتحرك. يعني الخط ده هخليه جاي من الناحية دي كده، ويعني يفضل طبعا ان انت ترسم الخط مبقاش خط مستقيم، لا يكون اخد نفس الدوران بتاع الكورة اللي انت بترسم عليها اللي هي الوش، عشان يحسسني ان انا برسم على كورة كده. فطبعا لما الخط اللي بالطول ده اتحرك معايا، بقى المناخير اللي هي ثابتة على الخط اللي بالطول ده اتحركت معايا، وكذلك الملامح العينين، بقى في عين هنا وعين هنا، فبالتالي في جزء اكبر من الراس من الجنب بان، لان هو بص الناحيه دي. ناخد ادي العين وادي العين التانيه وادي الحواجب، وادي المناخير. المناخير بقى ايه، خليت البوز بتاعها مبقاش باصص لي بقت كوره في النص زي كده، لا بقت الكوره اللي في النص دي اتحركت مع الوش، فبقت الكوره اللي في النص اهي، وادي الكوره اللي في الجنب بقت باينه بشكل اكبر من اللي في الناحيه التانيه. وكذلك البق مش هيبقى بقى في النص، لا هيتحرك برضو مع الخط اللي بالطول، فبقى ايه بالشكل ده كده. وادي نن العين بتاعنا. الودان ما بقتش على طرف الشكل الهندسي اللي انا برسمه، لان الشكل ده كله اتحرك مع الوش كله هو بيتحرك، فبالتالي الودان دخلت جوه شويه بنفس محاذاة العينين، برضو نفس الخط اللي بالعرض،
تمام، بقت بالشكل ده كده. يلا بقى ننتقل بقى لايه الرسم بتاعنا عشان يبقى واضح. ماشي. طيب الشعر، الجزء اللي في الجنب في الشعر ده بقى باين برضو بشكل اكبر. ارسم بقى شكل الشعر اللي انت عاوزه، وابقى يعني بقى اعمله بقى بالايه الدوائر الصغيره دي لو انت هتعمله شعر اقرط او حاجه، بس انا هظلله بس عشان يبقى واضح بقى شكل الشخصيه ده عامل ازاي. حلو كده. طيب تعالى بقى نرسم بقى بشكل مختلف خالص على الكلام اللي احنا قلناه ده. معلش بصوا احنا هنطول شويه مع بعض بس انا مش عايزك تزهق. عندك منطقة القورة دي، وعندك هنا منطقة الدايرتين هنا في خد اهو، وفي دايرة صغيرة كده اللي هي ايه الدقن من تحت. تعالى كده ناخد ادي شكل بيضاوي. بتخيل انا بقى، بص احنا يعني بنلعب مع بعض كده، يعني الحاجات دي هي اللي بتخليك تكتشف الجديد، وبتخليك ان انت يعني تكتشف ان في حاجات مختلفة. ادي دايرة القورة، وهعمل هنا مثلا الخدين، ودايره صغيره كده اللي هي الدقن. كأن بالظبط عملت ايه اللي هو علامه الزائد دي اللي انا برسم الملامح عليها. وبعمل ادي الحواجب، وادي العينين، بس هخليها بقى ايه شايف الخد ده كده مطلع ايه يعني مطلع الجفن اللي تحت على العين. وادي في النص اهو المناخير، والبق بقى في الحته دي يعني اللي هو مثلا طالع كده اخليه طالع بنفس ماشي مع الخطوط بتاعت الدوائر اللي انا عاملها. ايه اللي انا بعمله ده اسمه ايه؟ معرفش والله، بس انا كنت بجرب كده فقلت ان انا اشاركك التجربه دي. وامشي برده مع الخط بتاع الدقن، وبقى عندي هنا دقن، عندي هنا خدود، وعندي هنا العينين. فممكن بقى ايه يعني ما اخليش بقى ده شكل شكل بيضاوي، لا ممكن امشي ادي ماشي مع القورة واخليه نازل مع العين التجويفة بتاعت العين اللي احنا قلنا عليها، ويمشي مع الخد كده ورايح على الدقن. ماشي. وادي الودان ورا، واديله بقى شوية شعر. ممكن مثلا اخف ايدي كده على الشعر من قدام بحيث ان الحته اللي قدام دي مثلا شعره خفيف فيها. هتيجي بقى تظلل، تظلل بقى الحته دي والحته اللي هي ايه بتبقى ما بين القرى والمناخير اللي هي بتبقى مجوفه. وادي تحت المناخير كمان، وادي المنطقه اللي تحت الشفه اللي تحت عايز تعمل له شنب. تمام. كل ده بقى بيقربك من ان انت بقى ايه تلعب في التفاصيل دي كلها وتعمل اشكال من خيالك وتعيش حياتك تماما يعني. طبعا ده ايه يعني كل ما الخط اللي بالطول ده يجي على الجنب قوي كل ما كانت الشخصية دي بتبص على الجنب قوي. طبعا سواء بقى ايه الخط ده إيه هو بيبص الناحية دي فيبقى الخط ده يجي على الجنب ده، لو بيبص الناحية دي بقى يجي على الجنب ده. طيب انا دلوقتي عاوز ارسم بقى اي كلام كده اي حاجة ونشوف هيطلع معانا ايه. طيب انا عايز اعمل احدد مثلا ايه الشكل، اي شكل كده انا عملت يعني اي شكل. تمام. ومش هعمل بقى العلامة الزائد اللي في النص اللي احنا قلنا عليها، لا انا هبقى متخيلها بقى. وهعمل ادي الحاجب، وادي حاجب نازل، واعمل مثلا ايه ادي العين، وادي العين برضو دايرة ولكن اللي خليه مغمض خالص فخليه بيغمس كده بالعين دي، فخليها مغمضة خالص فهتبقى خط كده لما الجفن اللي فوق بيجي على اللي تحت بيبقى عبارة عن خط. وادي نين العين بتاعه، وادي المناخير بعملها بأي شكل كده ومثلا بيضحك. ممكن اطلع له سنتين كده قدام والبقية الاسنان صغيرة. طبعا مهم تبقى عارف ان انت في سنتين اساسيين كده قدام اللي هما في اربع قواطع اصلا، اربع الاسنان اربع قواطع قدام، وده مهم ان انت تعمله علشان بس ميبقاش في ثلاثة قدام. فالاتنين اللي في النص قدام دول ممكن اظلل من عليهم كده شوية بحيث ان يديني احساس ان هما جوه البق ده. وادي ودنه،
ماشي. تعالى بقى نعمل هنا ايه شكل كده، ايه نجرب فيه الكلام اللي احنا قلناه ده. وادي خدود، وادي الدق، وادي شكل العين. انا طبعا مش محدد انا برسم ايه دلوقتي، لكن طبعا مهم قوي ان انت تبقى محدد انت بترسم ايه، والشخص بتاعك ده شخصيته عاملة ازاي بالظبط، علشان تبقى محدد الملامح بتاعتك. لو انت مثلا هترسمه شخص مثلا، طبعا بترسم الشخص الياباني غير العربي غير الصعيدي غير الفلاح غير العامل غير الدكتور وهكذا، تمام. في علامات كتير بتفرق. ممكن اكبر مثلا منطقة الشنب دي، بس وادي الرقبة بس، شوية تفاصيل كده بقى ممكن انت تزودها. في بيبقى شرط كده بتبقى اللي هي التجاعيد بتاعة الوش، في تجاعيد بتبقى تحت الجفن، في تجويفة كده للخدود بتبقى لما يكون حد خده رفيع، الحتة دي بتبقى عظمة بارزة في الوش، وكذلك الحتة دي بتبقى عظمة الدقن، تمام. الكلام ده بقى كله بتبدأ ان انت تجرب فيه. طيب خلينا علشان نكون عمليين ونستفاد من اللي احنا بنعمله ده، انا عاوزك تتخيل ثلاث اشكال، ثلاث اشكال هترسمهم بملامح مختلفة، بملامح مختلفة. يعني مثلا واحد عينيه نعسانة زي ده شوية، واحد عينيه مفتوحة زي ده، واحد فاتح بقه زي ده، واحد مكشر، واحد حواجبه لازقة في بعضها، واحد حواجبه خفيفة، واحد حواجبه تقيلة، واحد شعره طويل، واحد أصلع. المهم هترسم حاجات مختلفة وهتسيبهم في الجروب بتاعنا، الورك شوب بتاعنا الموجود على الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت.